السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق فريق ليفربول الإنجليزي. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة وحتى لا يتوقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي ستجمع بين فريقي ليفربول ونوتنغهام في المباراة المهمة التي يسعى بها الفريقين من تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، ويسعى فيها فريق ليفربول من أجل الفوز والمحافظة على المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع وحتى لا يتوقف بث هذه المباراة المهمة، حيث سننقل لكم هذه المباراة المهمة التي ينتظرها محبي وعشاق فريق ليفربول الإنجليزي في مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي التي ستقام في ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة. هذه المباراة المهمة التي تجمع بين فريقي ليفربول ونوتنغهام يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، حيث يقدم الفريقين مستويات جيدة في الدوري المحلي، ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق نوتنغهام المركز 15 برصيد 10 نقاط. مباراة على الأوراق في متناول فريق ليفربول، ويستطيع كلا الفريقين تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث. استعدوا لأن ستنطلق المباراة بعد قليل، ومن الممكن متابعة المباراة أيضا عبر القمر القطري المفتوح سيلسات عبر الترددات المعروضة على الشاشة، ولكن لا تقلقوا سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم هو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة. فتابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.